بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي طلاب الصف الخامس، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات منهج العلوم. النهارده ان شاء الله نشرح الدرس الاول من الوحده الثالثه بعنوان مكونات التربه. هي ايه التربه دي؟ هو عارف التربه؟ عارف الجزء اللي بتزرع فيه النباتات ده اسمه التربه. طب التربه دي عباره عن ايه؟ تعال ما نشوف كده. قال لي تعرف التربه دي هي الطبقه العضويه السطحيه المفككه اللي بتغطي معظم القشره الارضيه وبتنمو فيها النباتات. يبقى التربه ده الجزء اللي بيغطي القشره الارضيه من فوق وعباره عن طبقه رقيقه وسطحيه ومفككه وبينمو فيها النباتات. لو جيت بصيت على التربه هلاقي التربه بتختلف من مكان الى اخر من حيث الشكل والملمس بتاعها. فبعض التربه هلاقيها ملمسها ناعم وبعضها حبيبي وبعضها خشن وصخري. يبقى انا كده التربه الشكل بتاعها او الملمس بتاعها بيختلف من مكان الى اخر. طيب ليه التربه بتختلف من مكان الى اخر؟ قال لي عشان التربه بتتكون من انواع متعدده من الصخور والمعادن. يبقى كده كل ما الصخور والمعادن النسبه بتاعتها بتتغير في التربه شكل التربه ونوعها هيتغير معاه. يبقى انا كده التربه عندي ليها انواع نتيجه لاختلاف الصخور والمعادن اللي موجوده في التربه. طيب تالت حاجه لون التربه. انا عندي لون التربه برضه هيتغير من مكان لاخر. طب ليه لون التربه هيتغير من مكان لاخر؟ قال لي نتيجه اختلاف المعادن التي تحتويها التربه. كل ما المعدن هيتغير نوع التربه او لون التربه هيتغير معايا. طيب رابع حاجه قال لي لون التربه ده هيساعدنا في ايه؟ قال لي بيساعد العلماء وبيساعد المزارعين ان انا اعرف نوع العناصر او نوع المعادن اللي موجوده في التربه، احدد نوع المحاصيل التي تناسب التربه اللي انا ازرعها فيها. يبقى انا كده التربه للطبقه العليا الرقيقه المفككه اللي بتغطي معظم القشره الارضيه وبينمو فيها النباتات. تختلف طبعا من حيث الملمس والشكل، بيختلف نتيجه اختلاف المعادن، لونها بيتغير من مكان لاخر نتيجه اختلاف المعادن اللي جواها. اللون بيساعدني ان انا احدد نوع العناصر او نوع المعادن الموجوده في التربه. طيب تاني حاجه ايه اهميه التربه؟ قال لي التربه لها ثلاث اهميات. اول حاجه بتثبت لي النبات او بتثبت جذور النبات في الارض، هي اللي بتساعد ان النبات ينمو ويثبت في الارض عن طريق الجذور بتاعته. طب تاني حاجه بتمد النبات والحيوان والانسان بالغذاء، هي مصدر الغذاء لكل الكائنات الحيه على وجه الارض. طب تالت حاجه موطن لمعيشه العديد من الكائنات الحيه، في بعض الديدان والحشرات اللي بتعيش داخل التربه. يبقى كده التربه ليها ثلاث اهميات. اول حاجه بتساعد على تثبيت جذور النباتات، تاني حاجه بتمد النبات والحيوان والانسان بالغذاء، تالت حاجه موطن لمعيشه الكائنات الحيه. لما اجي ابص على مكونات التربه دايما الاقي التربه بتتكون من ثلاث حاجات اساسيه. ايه هما؟ اول حاجه المعادن، طب تاني حاجه اسمها الدبان، تالت حاجه كائنات دقيقه. يبقى التربه في العام بتتكون من ثلاث حاجات اساسيه، المعادن، الدبان، وكائنات دقيقه. طيب اول حاجه المعادن دي جت منين؟ قال لي بتنتج من تفتت الصخور. طب الدبان؟ قال لي دي عباره عن كائنات ميته تحللت في التربه. طب تالت حاجه الكائنات الدقيقه، قال لي دي بتعيش في الطبقات او بتعيش في بعض طبقات التربه. يبقى تاني التربه في العام بتتكون من ثلاث حاجات، معادن، دبان، كائنات دقيقه. المعادن نتج من تفتت الصخور، الدبان نتج من تحلل اجسام الكائنات الميته، الكائنات الدقيقه وبتعيش في بعض طبقات التربه. طب تعالى نتفرج على الفيديو دوت ونفهم يعني ايه مكونات التربه او هنشوف مكونات التربه بعينينا. دلوقتي عايزين نعرف مكونات التربه. هجيب جزء من التربه واجيب مغبار فيه كميه من الميه واجيب غطاء زجاجي. هاخد التربه احطها في الميه واغطيها بالغطاء الزجاجي وارجه. وانتظر شوية لحد ما مكونات التربة تنفصل عن بعضها. بعد ما انفصل مكونات التربة هلاقي بقى ان فوق اهو اول حاجة اتكون عندي الدبان، ثم المية وجزيئات الطمي، ثم تحت اتكون الغرين والجزيئات الكبيرة من الرمل وجواها الحصى. يبقى تاني كده مكونات التربة عندي ست حاجات. اول حاجة الدبان، المية والطمي، والغرين او اللي هو الطين، وجزيئات الرمل، واخر حاجه الحصى. كده بقى احنا شفنا التجربه بتاعت مكونات التربه. بعد ما اتفرجنا على الفيديو استنتج ايه من الفيديو اللي فات دوت؟
قال لي أستنك إن التربة بتتكون من خليط من المعادن والدبان بنسب مختلفة. أي تربة بتتكون من خليط من المعادن والدبان بس بنسب مختلفة. طب تاني حاجة إن التربة بتتكون من 6 حاجات. أول حاجة الحصى، بعدها الرمل، بعدها الغرين اللي هو الطين، بعدها الطمي، بعدها المية، بعدها الدبان. يبقى التربة بتتكون من 6 حاجات: حصى، رمل، غرين أو الطين، طمي، مية، دبان. طيب تعالى نتفرج على الصورة دي. ده شكل مكونات التربة اللي احنا شفناها. أول حاجة فوق خالص ده الدبان، ده اللي بقى عايم على وش التربة فوق خالص. طب تاني حاجة مية، الجزيئات الصغيرة دي المية. طب تالت حاجة قال لي جزيئات صغيرة من الطمي، النقط السوداء دي جزيئات صغيرة من الطمي. طب رابع حاجة الغرين، الخط البني دوت، قال لي هو ده الغرين أو الطين. طيب قال لي بعد كده جزيئات كبيرة من الرمل، النقط اللي في النص دي جزيئات كبيرة من الرمل. وآخر حاجة طبعا في قاع المغبار بتكون الحصى. يبقى كده تاني ترتيب، ترتيب مكونات التربة في المغبار من أعلى إلى أسفل: دبان، ثم ماء، ثم جزيئات صغيرة من الطمي، ثم غرين اللي هو الطين، ثم جزيئات كبيرة من الرمل، ثم حصى. ده مكونات التربة. ايه بقى الدبال دوت؟ عبارة عن ايه؟ قال لي دلوقتي كان عندي كائنات حية عايشة في التربة، أو عندي بعض أوراق النبات وقعت على التربة. الأوراق ديت أو الكائنات الحية دي بعد فترة بتتحلل. بعد ما بتتحلل هي دي اللي بتكون الدبال، هي دي اللي بتزيد من خصوبة التربة. يبقى الدبال قال لي ده بقايا كائنات ميتة، سواء كانت نباتية أو حيوانية، وتحللت واختلطت مع مكونات التربة فبتزيد من خصوبة التربة. هي دي اللي بتعمل خصوبة بتاعة التربة، إن التربة دي حلوة أعرف أزرع فيها، أو التربة دي مش حلوة معرفش أزرع فيها. يبقى بحددها عن طريق نسبة الدبال في التربة. طيب لاحظ أن كمية الدبال بتنقص في التربة كل ما بكرر زراعة المحاصيل. طب ليه؟ ما كل ما محصول بيطلع بيستهلك كمية من الدبال دي. طب أنا عشان أخلي الدبال ده موجود بكمية كبيرة، أو أخلي خصوبة التربة كبيرة زي ما هي، قال لي هضطر أحط بقايا عضوية على التربة، يعني أجيب أسمدة عضوية أحطها على التربة، فبتزود لي كمية الدبال وبتزود لي خصوبة التربة تاني. طيب لاحظ أن في بعض الناس استخدمت الأسمدة الكيميائية، طبعا دول ضروا التربة أكتر ما فادوها. أنا المفروض بستخدم الأسمدة الكيميائية عشان أزود خصوبة التربة، بس لقت إن الأسمدة الكيميائية بتسبب أضرار بالغة على التربة وبتلوث للتربة. يبقى أنا الأحسن أستخدم أسمدة عضوية، يعني حاجة طبيعية، بدل ما أستخدم أسمدة كيميائية. طيب التربة كانت بتتكون من إيه؟ قال لي التربة في العادة تكونت من تفتت الصخور. طب إزاي الصخور بتتفتت؟ عندي 3 طرق. أول حاجة اندفاع المياه، تاني حاجة الرياح، تالت حاجة تغير درجة الحرارة مع مرور الزمن. يبقى الصخور تفتتت بواسطة 3 عوامل: أول حاجة اندفاع المياه، الرياح، تغير درجة الحرارة مع مرور الزمن. أدي شكل الصورة. المية طبعا بتمشي بسرعة كبيرة جدا، فلو قابلت أي قدامها أي صخور هتكسرها. يبقى كده الصخور تفتتت بسبب اندفاع المياه. طب تاني حاجة الرياح لما بتسير بسرعة عالية برضه بتكسر الصخور وتفتتها. تالت حاجة درجة الحرارة بتؤدي إلى تفتت الصخور. يبقى التربة كونت نتيجة تفتت الصخور، والصخور بتتفتت نتيجة اندفاع المياه أو الرياح أو تغير درجة الحرارة مع مرور الزمن. طب التربة في مصر اتكونت من إيه؟ قال لي اتكونت من تفتت صخور هضبة الحبشة. يبقى التربة المصرية اتكونت من تفتت صخور هضبة الحبشة. طبقات التربة، ادي شكل التربة. لو بصيت على التربة هتلاقيها بتتكون من 3 طبقات: ادي الطبقة العليا، ادي الطبقة السفلية، وادي الطبقة الصخرية. يبقى التربة بتتكون من 3 طبقات: طبقة علوية الحتة اللي فوق خالص ديت، طبقة سفلية الحتة اللي تحت دي اللي في النص، طبقة صخرية اللي تحت خالص. طيب تعالى نشوف ايه الطبقة العلوية ديت. قالت الطبقة اللي بتحتوي على دبان، بتحتوي على جذور النباتات، وبتحتوي على أجزاء صغيرة من الصخور. يبقى الطبقة العلوية بتحتوي على دبان وجذور النباتات وأجزاء صغيرة من الصخور. طب الطبقة السفلية، قال لي دي بتقع تحت الطبقة العلوية. قال لي الطبقة العلوية ودي الطبقة السفلية، يبقى مكانها تقع تحت الطبقة العلوية. طب بتحتوي على إيه؟ قال لي بتحتوي على كمية صغيرة من الدبان، كمية قليلة جدا من الدبان. طيب تالت نوع الطبقة الصخرية، مكانها فين؟ أسفل الطبقة السفلية، يبقى تقع تحت الطبقة السفلية. بتتقسم لحاجتين: طبقة صخرية مفتتة
وطبقة صخرية صلبة. يبقى الطبقة الصخرية الثالثة بتتكون من حاجتين، طبقة صخرية مفتتة وطبقة صخرية صلبة. المفتتة بتوجد في الأعلى، أما الصخرية بتوجد في الأسفل. يبقى هنا مثلا كده الطبقة الصخرية المفتتة، وهنا طبعا الطبقة الصخرية الصلبة. يبقى تاني طبقات التربة بتتكون من ثلاث حاجات، طبقة علوية، طبقة سفلية، طبقة صخرية. العلوية بتحتوي على دبان، جذور نباتات، أجزاء صغيرة من الحصى أو السهول. الطبقة السفلية بتقع أسفل الطبقة العلوية وبتحتوي على كمية صغيرة من الدبان. تالت حاجة الطبقة الصخرية بتقع أسفل الطبقة السفلية، بتتكون من حاجتين أو بتنقسم إلى طبقتين، الطبقة الصخرية المفتتة وبتوجد في الأعلى، والطبقة الصخرية الصلبة وبتوجد في الأسفل. التربة والكائنات الحية. قال أنا عندي عديد من الكائنات الحية اللي بتعيش في التربة، وكل الكائنات الحية دي ليها دور في التربة وليها أهمية للتربة. طب إيه الكائنات الحية موجودة عندي في التربة؟ قال لهم حاجتين أساسيتين، نباتات، والنباتات تنقسم إلى جذور وأوراق وأجزاء أخرى من النبات، والجزء الثاني الحيوانات زي النمل والديدان وبعض الحشرات الأخرى. يبقى الحيوانات الموجودة في التربة أو الكائنات الحية الموجودة في التربة نباتية وحيوانية. نباتية زي الجذور والأوراق والأجزاء الأخرى من النبات، والحيوانية زي النمل والديدان وبعض الحشرات الأخرى. كل واحد كان ليه دور في التربة. تعال نشوف. أول حاجة الجذور. قال الجذور دي بتمتد على عمق كبير في التربة عشان تحصل على المغذيات والماء اللازم للنبات. أنا النبات عايز يتغذى أو عايز يعمل عملية بناء ضوئي، فبيضطر ياخد غذاء أو بياخد أملاح ومية من التربة عن طريق الجذور. يبقى الجذور هي بتمتد في التربة عشان تحصل على الماء والمغذيات اللازم للنبات. طب تاني حاجة الجذور هي اللي كانت بتثبت النبات في التربة. يبقى أنا لو ما عنديش جذور النبات مش عارف يثبت في التربة، وأي حبة هواء هيطير النبات معاه. يبقى أنا عشان النبات يثبت كان لازم يطلع له جذور في قلب التربة. طب تالت حاجة الجذور بتساعد التربة إنها تتماسك وتفضل بمكانها. لو ما عنديش جذور يبقى التربة دي مع أي حبة هواء هتقعد تحرك مكانها أو مكانها يتغير من مكان لآخر. يبقى الجذور هي اللي ساعدت التربة إنها تتماسك وتفضل في مكانها. طيب تاني حاجة الأوراق وأجزاء النباتات الأخرى. أدي الصورة بتاعتها. قال لي الأوراق والنباتات، الأوراق والأجزاء الأخرى ديت، قال لي أوراق الشجر لما بتسقط على التربة وبعد فترة بتتحلل بيطلع لي حاجة جديدة اسمها الدبان. يبقى كده الأوراق والأجزاء بتاعت النباتات لما بتسقط على التربة بعد فترة زمنية بتبدأ تتحلل وبيطلع لي مكانها الدبان أو بتكون لي الدبان. يبقى طبعا كان ليها فايدة إنها هي اللي بتكون لي الدبان بتاع التربة، فبيزيد من خصوبة التربة. الحاجة التانية النمل والديدان والحشرات الأخرى. ادي النمل، ايه فايده النمل؟ ادي النمل بيكون لي انفاق في التربه. طب ازاي بيكون انفاق؟ ما بيحفر في التربه عشان يكون العش بتاعه. يبقى النمل بيحفر انفاق في التربه عشان يكون العش بتاعه ويضع البيض بتاعه. طيب تاني حاجه الديدان. الديدان برضه كانت بتحفر انفاق في التربه. طب الانفاق اللي عملتها الديدان وعملتها النمل ايه لازمتها؟ قال لي الانفاق دي بتساعد او بتسمح للهواء والميه والمغذيات انها تمر بسهوله في التربه، انها تمر بسهوله في التربه. طب تاني حاجه بتعمل على او بتساعد الجذور انها تنمو في قلب التربه بسهوله. يبقى تاني النمل والديدان كانوا بيصنعوا انفاق في قلب التربه. طب الانفاق دي هتساعدني في ايه او تساعد التربه في ايه؟ قال لي بتسمح للهواء والميه والمغذيات انها تتحرك في التربه بسهوله. تاني حاجه بتساعد الجذور بتاعت التربه انها تنمو بسهوله او تعرف تتعمق في التربه بسهوله. طيب الحيوانات دي او الحشرات دي بعد فتره بتموت، وبعد ما تموت دي بتموت تحت سطح التربه، فبعد فتره بيتحلل الجسم بتاعها او اجسامها بتتحلل فينتج الدبان. يبقى تاني الحشرات دي بجانب انها عملت لي انفاق وساعدت الميه والهواء والمغذيات انها تمر بسهوله في التربه، بعد فتره بتبدا تموت واجسامها بتتحلل فينتج لي الدبان او بتساهم في تكوين الدبان. وكده كنا انهينا الدرس الاول من الوحده الثالثه. نراكم ان شاء الله في الدرس الثاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.